الاستقرار، الاستقرار والأمن. الجيش قادر بكرة بعد أسبوع، في خلال أسبوع. أنا عارف الجيش المصري، عارفه تاريخا وعارفه قدراتا. يستطيع الجيش المصري إذا أراد أن يحسم قضية الأمن في الشارع المصري خلال أسبوعين. أسبوعين. طب وهو ما بيريدش ليه يا أستاذ؟ ما أعرفش. أنت عندك كم سجن على الطريق الصحراء؟ كتير. كتير، كويس. احنا عرفنا لما اتفتحت السجون بقى. أنا عندي في القاهرة 10,000 20,000 بلطجي، هلمهم بس. لا هحرمهم من أكل، ولا هعذبهم زي ما كانوا بيتعذبوا الناس زمان، ولا هصدر عليهم أحكام غيابية. لا، أنا هلمهم وهشغلهم هناك في المزارع بتاعة السجون، يزرعوا جرجير ويزرعوا خيار، وهديهم مكافأة شهرية ويقعدوا هناك إن شاء الله، يقعدوا 10 سنين. في سجون في اسكندرية يلموا البلطجية بتوع اسكندرية وبمنتهى الأمان في عربيات محترمة يودوهم وقعدوا. ما هو بيقول لك احنا مش هنقدر نعمل كده عشان ما فيش قانون. لا، انت عندك قانون الطوارئ وده ضد حقوق الإنسان. لا، انت عندك قانون الطوارئ.